حول زاباروجيا يتجدد تبادل الاتهامات بين كييف وموسكو. المنشآت التي تزيد المخاوف من وقوع كارثة نووية في أوروبا على غرار كارثة تشيرنوبيل تحمل موسكو كييف وداعميها مسؤولية ما أسماه وزير دفاعها سيرغي شويغو الإرهاب النووي، وذلك بشن هجمات بقذائف المدفعية ومسيرات حصلت عليها من الغرب. في ظل هذا الجدل ستظل زاباروجيا النووية رهينة أدنى خطأ في التقدير قد يسبب كارثة تمتد لعقود. بتوجيه ضربات على منشآت محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، فإن كييف تخلق تهديدا حقيقيا بحدوث كارثة نووية في أوروبا. على الطرف المقابل وفي تصريح لافت، أكدت هيئة الأركان الأوكرانية قصف قاعدة روسية على مقربة من منشأة زاباروجيا للطاقة النووية، والذي استهدف منطقتي إنرغودار وخيرسون ودمر أنظمة مدفعية ومخازن ذخيرة. يحدث هذا في ظل الجهود التي يبذلها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأمين المنشآت التي تدور حولها المعارك، وتصريحات لمدير الوكالة أكد فيها انتهاك سلامة المحطة المادية. تمكنا من رؤية الثقوب وعلامات القذائف على مباني محطة زاباروجيا، ما يعني انتهاك سلامة المنشأة ليس مرة واحدة ولكن عدة مرات. وعلى الرغم من بقاء المحطة وما حولها مناطق ساخنة، إلا أن عددا من مفتشي الوكالة الدولية سيبقون في المنشأة من أجل مواصلة تقييم الملاحظات التي وضعها الفريق قبل إعداد تقرير نهائي، مع بحث ضمان وجود دائم لخبراء الوكالة هناك. المعارك في زاباروجيا هي امتداد لجبهات مشتعلة أخرى، حيث تواصل القوات الروسية هجومها المضاد في منطقة خيرسون المجاورة للمدينة سعيا لاستعادة مناطق فقدتها قبل أيام. أما في خاركيف فسقطت 5 صواريخ على المدينة أطلقتها روسيا من بيلغرود المحاذية للأراضي الأوكرانية بعدما صعدت قوات الأخيرة قصفها على محيط المدينة. الحرب في أوكرانيا التي تخطت شهرها السابع والتي تكشف تطوراتها الميدانية والسياسية احتمال طولها أكثر، في ظل انسداد كل أفق قد ينهيها بسبب تصلب مواقف الفاعلين على الأرض.